بيجري بسرعة من حواليك، يمكن ما بتلحقش تفكر في حاجة تعملها، رغم إن حاجات بسيطة ممكن تعملها في يومك تفرق كتير. وإنت بتلبس ورايح شغلك أو جامعتك، ما تنساش تحضر فطار، بس مش ليك. حضر فطار بسيط وحطه على الشباك لضيوفك اللي جايين، أهم هياكلوا وهيدعوا لك. صباحك جميل. وانت نازل من البيت ممكن تعلق حاجة مفيدة، اكيد انت مش عايش لوحدك في البيت. كلمة صغيرة ممكن تفرق مع حد من جيرانك. الجو حر جدا النهاردة، دور على سوبر ماركت واشتري منه ازازة، لا ازازتين، واحدة ليك واحدة الراجل غلبان، اكيد كان عطشان زيك. شكلك كنت جعان قوي وانت بتاكل. بص حواليك، اكيد في حيوانات صغيرة، اكلها معاك وخليها فرحانة. مفيش اجمل من لمة الاصحاب وانتوا متجمعين وفرحانين. قبل ما تمشوا كل واحد يطلع جنيه، وبالفلوس دي ادوها لحد غلبان ودخلوا فرحة عليه هو كمان. في يوم العربية عطلت منك، واقف محتار مش عارف تعمل ايه، وجي حد يساعدك. ما تنساش تشكره وتعلم منه انك بعد كده تساعد الناس. وانت ماشي في الشارع دور حواليك على حد كبير في السن، هو اكيد محتاج مساعدة بس مكسوف يقولك. ساعده وخد لك دعوتين حلوين. رغم ان دي كلها حاجات بسيطة بس هتفرق كتير مع كل واحد. دور دايما حواليك هتلاقي حاجات كتير تعملها.